كان في متناول الجميع. كان السوجي الاول يتكلم على ترابخو انفالتيل، والسوجي الثاني كان يتكلم على ديبورتي. انا اخترت بالطبع السوجي الاول لانه كان سهل وكان في متناول الجميع، يقدر اي واحد راجع يقدر اي واحد راجع يفتحه. اللغه الاسبانيه كان يعني لا باس بيس، يعني كما نقولوا اللي مراجع واللي حافظ وشويه حاكم الغرامر والفوكابيلار يعني يقدر يجاوب. جانا الباس جي ساهل، جانا على الديبارتي والاوبيو،